شركة عرب جروب معدات مزارع الدواجن، لو بتتابعونا من على اليوتيوب اشتركوا معانا في القناة وفعلوا زر الجرس وياريت تعملوا لايك للفيديو. النهاردة هنتكلم عن الحساس الجهاز اليوني تك. ناس كتير بتاخده من عندنا ما بتعرفش تشغله. طبعا الحساس بيجي معاه فيشه اللي هي الثلاثيه ديت، بشتري الفيشه دي من اي محل بيع ادوات كهربائيه، تمام؟ تركيبها سهل ما فيش اي مشكله فيها، اهو كده ركبت الفيشه اللي هي الثلاثيه. اي مصدر للتيار الكهربائي، تمام؟ اي مصدر للتيار الكهربائي بحط الفيشه كده اهي، كده وصلت التيار الكهربائي، بشغل الجهاز، احط الفيشه بتاعتي، تمام؟ كده الجهاز اشتغل معايا اهو. زي ما احنا شايفين ال 14 درجة الحرارة دلوقتي 14. ده الحساس، لو انا يعني حركت فيه كده عشان اغير درجة الحرارة عشان اوريكم، ده الحساس الخارجي اللي هو بيقيس درجة حرارة الغرفة المكان او بيقيس درجة حرارة العنبر، تمام؟ كده الجهاز قاري اللي هو 19 يبدا ينزل، اللي هي درجة الحرارة دي مثلا 20 14. طول ما اللندة دي منورة واللندة دي منورة، اللندتين دول منورين معناها ان الجهاز حساس. طب انا عاوز اظبط حرارة الجهاز، اظبطه ازاي؟ تمام؟ من الزائد والناقص، يعني لو دوست كده زائد اهو حرارة بتطلع 39، انا طبعا ممكن بحضن على 34. كده الحرارة كام؟ 34، او ناس بتحضن على 33. خلاص كده بيبدا يطفي وينور، تمام؟ وبيرجع للدرجة اللي هي ايه؟ اللي هو قريها اللي هي 18 حاليا. كده الحرارة مظبطة على 34. الجهاز دوت مختلف عن أي جهاز موجود، يعني ده جهاز بيعمل كنترول في كل حاجة. أديكم مثال، أول مثال لو أنا مثلا ظبطت الحرارة على 34، عاوز الجهاز أول ما يوصل 34 بيفصل، أول ما ينزل ل 33 بيشتغل، هعمل إيه؟ أطفي اللمبتين دول. أدوس هنا كده، لمبتين كده اتطفوا، أدوس على الناقص، دوسة طويلة. ونبص الرقم ده هيتغير اهو، خليك زي ما انت، خليك زي ما انت. ادوس كده على الناقص بصوت طويل اهو. دلوقتي جاب لي خمسه، خمسه دي اللي هي فرق بين درجه حراره الفصل والتشغيل، يعني لو انا مظبط على 34 لما يوصل 29 هيفصل، هيشتغل، لا انا عاوزه على درجه واحده بس. هعمل كده وادوس على الزرار ده. كده الجهاز لما يوصل ل 34 وارجع ادوس تاني عشان اشغل اللمبتين دول، من غير اللمبتين دول مش هيشتغل. كده الحراره لما توصل معايا 34 ايه اللي هيحصل؟ هنبص هنا تلاقي اللمبه دي طفت، تمام؟ نجرب، والله معاك بعد امبارح. انا عشان اسرع، عشان نجرب اسرع، هنجيب سبرتايه. طبعا الجو يعني درجة الحرارة منخفضة جدا، فمش عارف اسخن الحساس، فهنعمل على السبرتايه بتاعت القهوة عشان اوريكم الايه. كده 28 فصل. طبعا اول ما علي، انا حبيت بس اوريكم اول ما رفع وصل، عدى طبعا الدرجه اللي هي ايه اللي هي المطلوبه، فصل على طول. اول ما هينزل عن، احنا ظبطينه على 33، وصل 32 اشتغل. اول ما هيوصل 33 هيفصل. 28 فصل اهو، 33 فصل. اول ما هينزل عن 33 بدرجه اللي هو 32 هيشتغل. ناخد بالنا 35 34 33 32 اشتغل، مفيش أي مشكلة فيه.
لو عاوز اخلي فرق درجتين ماشي، اخلي فرق 3 درجات ماشي. الكلام ده بنحتاجه في الناس اللي هي ايه، ممكن مثلا عاوز يستفيد بدرجه الحراره اللي موجوده في العنبر، تمام؟ عاوز يستفيد بفرق الدرجتين، بفرق 3 درجات. انت بتعمل كنترول على كل حاجه. في ميزه تاني بس انا يعني مش عاوز حد يلعب فيها، لازم اطفي الزرين دول لما ادخل على الكنترول. اطفي كده زرار الزائد ده، لو دوست عليه دوسه مطوله اداني صفر. ده بيديني اوبشن تاني انا هقوله بسرعه، اللي هو انا لو انا مثلا درجه الحراره مثلا 25، عاوز الحساس ده يحسها درجه زياده او درجتين زياده. يعني مثلا اخليها مثلا لو زودت هنا مثلا الحراره، خليتها مثلا 10، ده اقصى حاجه ليها 10، ودست اوكي هنا. هاجي ابص الاقي الجهاز الحساس قال لي كام؟ قال لي معايا 33، بس هو الفعلي 22 او 23 الفعلي. ارجع تاني ادوس كده 10، اخليها طبعا صفر، اخليها كام؟ صفر، اللي هو الدرجه اللي حاسسها هو الدرجه اللي قاريها. ادوس كده، كده هو قاري 20. لازم ادوس دوستين دوسه هنا عشان دي تنور كده، الجهاز شغال. زي ما قلنا لو انا سخنت اهو اعلي الحراره، اول ما يوصل 33 ايه اللي هيحصل؟ هيفصل. ناخد بالنا عدى 33 فصل، اول ما هينزل عن ال 33 بدرجه هيشتغل، تمام؟ ولو عاوز اتحكم اخليها اهو 32 اشتغل، اخليها بقى فرق درجتين ثلاثه بتحكم فيه. ده الحساس بتاع الجهاز اللي هو اليونيتك، جهاز محترم، جهاز اتحاد اوروبي، متصنع في الصين بس مواصفات اوروبيه. جهاز متوفر لدى شركه عرب جروب. الجهاز فيه موديلات كتيره ان شاء الله السنه الجايه باذن الله 2020 هنجيب منه 4 موديلات. جهاز ممتاز اثبت كفاءته، وده طريقه شرح الحساس بتاعه. الحساس بيجي مع الجهاز طبعا، بيجي مع الجهاز ما بيبيعش لوحده. لو اي حد بياخد الجهاز من عرب جروب وبيبيع الجهاز من غير حساس، اعرف ان هو الحساس خده له او بيبيعه لوحده. شركه عرب جروب، معدات مزارع الدواجن.